وحمى غضب الرب جدا ساء ذلك في عيني موسى، فقال موسى للرب: لماذا أسأت إلى عبدك ولماذا لم أجد نعمة في عينيك؟ أول حاجة بيتهم ربنا، أنت إيه؟ أسأت إلي، أسأت إليك؟ ده أنا اللي اديتك شرف الخدمة إنك تبقى الكليم بتاعي وإنك توصل للناس كل شيء وتبقى رمز ليا. دلوقتي بتقول لي أسأت إلي؟ حس موسى إن الخدمة هنا إساءة إيه؟ ليه؟ بينما كان بركة من ربنا ليه؟ ادي اول غلط. ولماذا لم اجد نعمة في عينيك حتى انك وضعت ثقل جميع هذا الشعب علي، شيلتني حمل كل الناس دي، ألعلي حبلت بجميع هذا الشعب وانا يعني امه، انا اللي حملته، حتى تقول لي احمله في حضنك، شيله في حضنك كما يحمل المربي الرضيع، اشيله لحد ما دخله الى الارض التي حلفت لابائه. ما هماش عايزين يمشوا زي الطفل الصغير مش عايز يمشي، كل شويه عمالين يقولوا لموسى ايه؟ شلنا. طب وانا هشيل كل ده في حضني لحد ما دخله للارض اللي انت عايز تديها لهم؟ من اين لي لحم حتى اعطي جميع هذا الشعب؟ لانهم يبكون علي قائلين: اعطنا لحما لناكل. لا اقدر انا وحدي ان احمل جميع هذا الشعب لأنه ثقيل علي، مش قادر أشيله، مش قادر أجاوب طلباتهم، مش قادر أرضيهم، ثقيل علي. فإن كنت تفعل بي هكذا فاقتلني قتلا، اقتلني قتلا إن وجدت نعمة في عينيك. إذا كنت أنا في الأول ما لقيتش نعمة في عينيك علشان أعرف أمشي هذا الشعب، فالآن بقى لو ما كنتش لقيت النعمة الأولانية دي، النعمة التانية، النعمة التانية إيه؟ اقتلني إيه؟ قتلا. مش بيقول له موتني كمان، بيقول له كمان ايه؟ اقتلني. فلا ارى بليتي، ما اشوفش خيبتي، ان انا مش عارف اقود الايه؟ الشعب. انت ده موسى، انت اللي طلعت على الجبل وتكلمت مع الله وجه لوجه، توصل لهذه الحاله؟ اول حاجه تقول لربنا انت اسأت لي، وبتقول له الخدمه اللي اديها لك دي بدل ما تعتبرها شرف ليك بتعتبرها يعني حمل عليك. عارفين مين اللي عمل نفس العملة في العهد الجديد؟ زعق لربنا. عارفين مين؟ فاكرين مرثا ومريم؟ مريم راحت قعدت تحت رجلين مين؟ المسيح. ومرثا عمالة ايه؟ تشتغل تخدم، حاسة ان كل الشغل ايه؟ عليها. راحت زعقت في المسيح: اما تبالي؟ يعني كمان مش اخد بالك ان هي قاعدة تحت رجليك، قاعدة لازقة فيك وسايبانا ما اشتغل لوحدي، كل الحمل عليا وانت سايبها قاعدة؟ طب وانا كنت قلت لك اخدمي، وانا طلبت منك حاجه، مش عايزه تتعبي اقعدي. لما النفس بقى تحس بقيمتها او بالعمل اللي هي بتعمله، حس موسى هنا ان هو اللي شايل الايه؟ الشعب، بينما فوق الامر هو كانش حتى يقدر يشيل ايه؟ نفسه. في البريه هنا انفضح، بان موسى على حقيقته. تملي بيسأله: يا ترى الإنسان يبان على حقيقته إمتى؟ في وقت الضيق ولا في وقت الراحة؟ لا، في وقت الضيق الإنسان ما يبانش على حقيقته، لما بيتذل بيلجأ لمين؟ لربنا. لكن الإنسان بيبان على حقيقته في وقت الإيه؟ الراحة، لما بيبقاش عايز حاجة من ربنا، لما بيبقى في الضيقة يبقى وراه كرباج يجري يعيط ربنا، لكن بيبقى مرتاح. أنا غني وقد إيه؟ استغنيت ولا حاجة بي إلى أحد. موسى عاش سنتين حقق إنجازات رائعة جدا. شق البحر ونزل منه وجاب ضرب الصخرة وقاد الشعب وانتصر على عماليق وبنى خيمة الاجتماع واستلم الوصايا، انتصارات متوالية. حس بإيه؟ بقيمته، وحس بذاته، إن هو اللي بيعمل كل إيه؟ حاجة، بالرغم إنه ربنا هو اللي كان بيعمل. الابن الضال بعد عن ابوه امتى؟ لما كان معاه فلوس، في وقت الراحة فضل في الكرة البعيدة. وامتى رجع؟ لما احتاج. عشان كده النفس الكويسة من النفس الوحشة تبان مش وقت الضيق، تبان في وقت الراحة، لما تبقى الامور مستقرة في حياتها
وكل حاجة موجودة، مفيش مشاكل، مفيش ضيقات، الرغبات كلها متوفقة فيها، في ارتباطاتها وشغلها ونجاحها في الكلية، مفيش ضيقات. هنا بقى النفس تبان على حقيقتها. إن كانت النفس دي فعلا بتحب ربنا هتلتصق بيه وهتديله أكتر وهتشكره أكتر وتحبه أكتر. لكن لو كانت نفس كده من النوع اللي بيدور على العطية هتستريح، مفيش مشاكل، هنروح له بدري نعمل ايه، مفيش حاجة عايزها، هقوم اصلي ليه، ممكن نقول له كلمتين في الاخر. لكن طول ما في احتياج وطول ما في مشكلة النفس على طول تجري لمين؟ لربنا. ده اللي عمله موسى. طول ما في راحة وفي انتصارات متوالية، طول ما هو عمال يحس كيه انا كويس، بحقق بحقق بحقق، حد ما جه في لحظة قال يا دي الخيبة، أنا شايل كل الناس دول، كل حبل الناس دول عليا، أنا ولدت الناس دول كلهم وشايلهم في حضني لحد ما وصلهم لأرض الموعد، لا ده كتير. وهنا في لحظة ضعفه يبان موسى على حقيقته، إنه كان فاكر إنه شايل الحمل لوحده، فتذمر موسى، وتذمر لدرجة إن قال لربنا اقتلني، مش عايز أعيش. وياما ناس كتيرة من رجال الله مروا بهذه الظروف، زي مين؟ ها؟ زي أرمية الملعون اليوم اللي أنا اتولدت فيه، وزي مين تاني؟ إيليا، موتي خير من إيه؟ حياتي. وزي يونان، موتي خير من إيه؟ من حياتي. يعني دول كانوا مؤدبين يعني، حتى وقالوا يعني موتني وانهيني، لكن ده يعني من كتر غيظه قال له مش عايزك تموتني، ده أنا عايزك إيه؟ تقتلني. وصل لحال التذمر انه يطلب انه يقتل، مش حتى يموت. ساعات الانسان اما ما بيبقاش ربنا واضح قوي في حياته بيقول الكلمة دي، موتي خير من ايه، حياتي الواحد يموت وايه يستريح. لا، مش زي ما نطقها بولس، ليش اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح ذاك افضل جدا. لا، ده واحد بيشتهي شيء، لكن التاني قرفان من ايه، من شيء. فيبان هنا تذمر موسى، لكن فرق كبير جدا بين موسى 66 عدد 12 صفحة 1072، لأنه هكذا قال الرب، سلاما كنهر مجد ومجد الأمم كسيل جارف. خدوا بالكم الكلام الجاي، فتردعون وعلى الأيدي تحملون وعلى الركبتين تدللون، كإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم أنا، وفي أورشليم تعزون فترون وتفرح قلوبكم، فترون فترون وتفرح قلوبكم وتذهو عظامكم. تردعون على الأيدي تحملون وعلى الركبتين ايه تدللون. يعني ربنا بيقول كده يحطنا على ايديه ويهشتكنا وعلى ركبته ايه هشتك الانسان، يدلعه، مش مجرد بس انه يحمله، مش مجرد ان ياخده في حضنه اللي تذمر منه موسى وقال ما اقدرش. كان المسيح في خدمته لم يتذمر قط وما اعترضش ابدا على الناس، بل بالعكس شفناه في انجيل متى يقول يشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب، وياخد احمال الناس ويشيلها، واتعاب الناس ويحطها عليه، وخطايا الناس ويشيلها عليه. المسيح ما تذمرش على الناس الا مرة واحدة، حد فاكر؟ لا، في الهيكل ما تذمرش، في الهيكل طرد الناس، اتذمر مرة واحدة بس. اللي هيقول الآية دي ليه جايزة، المسيح اتذمر مرة واحدة ساعة الصليب؟ لا، هو قال لهم تتركوني وحدي ولكني لست وحدي، ما دقش عليهم. لا لا لا، بقول اتذمر على الناس، لا ما تذمرش، ده ضرب عاد رئيس الكهنة، خد الودن وحطها. لا لا، لو في متى 17 فاكرين بعد ما تجلى على الجبل ونزل لقى التلاميذ محتاسين في حاجة، محتاسين في ايه؟ في شفاء واحد في روح شرير. قال لهم الى متى اكون معكم، الى متى احتملكم، كيف لا ايمان لكم. دي المرة الوحيدة. وكان سبب التذمر بتاع المسيح ايه؟ كيف لا ايمان لكم. بعدين قال لهم هذا الجنس لا يخرج بشيء الا بالايه
بالصلاة والصوم، ومع هذا طلع الروح الايه الشرير. نقطة المسيح مش هيقدر يشيل اذا كان مفيش ايمان، اذا كان مفيش ثقة ايه فيه، مش هيقدر يشيل. لو مفيش ثقة فيه مش هيقدر يشيل. عشان كده كان اخطر حاجة ان الانسان ما يبقاش فيه ثقة في المسيح. فرق كبير بين موسى وبين شخص سيد المسيح. نبقى نكمل المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة؟ سفر العدد اصحاح 11 من عدد 13 من عدد 12 صفحة 229. ألعلي حبلت بجميع هذا الشعب، أو لعلي ولدته حتى تقولي احمله في حضنك كما يحمل المربي الرضيع إلى الأرض التي حلفت لأبائه، من أين لي لحم لأعطي جميع هذا الشعب؟ لأنهم يبكون علي قائلين أعطنا لحما لنأكل، لا أقدر أنا وحدي أن أحمل جميع هذا الشعب لأنه ثقيل علي. فإن كنت تفعل بي هكذا فاقتلني قتلا، إن وجدت نعمة في عينيك فلا أرى بليتي مجدا للثالوث الأقدس. كنا ابتدينا المرة اللي فاتت شفنا خطورة الإنسان اللي افطر في المحلة، ومعنى النار اللي اشتعلت وازاي النار دي اطفئت، واتكلمنا عن اللفيف اللي كان ملتف حوالين شعب الله، وازاي اللفيف ده كان ليه تأثير ان هم سببوا بكاء وحزن للشعب نتيجة عدم وضوح الرؤية او وضوح الهدف للانسان اللي جه انضم لمجرد انه ياخد شوية بركات لكن هدفه من ربنا مش واضح. وشفنا الآية الخطيرة اللي بيقول واللفيف الذين في وسطهم، ازاي اللفيف ده مفروض يبقى حوالين الواحد من بره، ازاي تحول ان هو يبقى ايه في النص، بقى هو مركز حياة الانسان. بدل ما هم كانوا ملفوفين حواليهم وبيحوطوهم من بره، دخلوا الى داخل حياتهم وصاروا هم مركز الدائرة، او بقوا في وسطهم. عشان كده سببوا لهم العثرة الكبيرة ان هم يخلوهم يشتهوا اللحم والكرات والبطيخ ويفتكروا ارض مصر في الحاجات دي، لكن ما يفتكروش الذل والعبودية اللي كانوا بيعانوا منها. وبعد كده شفنا موقف موسى النبي لما كل واحد بيبان على حقيقته في البرية تحت الامتحان وتحت الاختبار، وعملنا مقارنة ما بين موسى وما بين شخص السيد المسيح. موسى ما قدرش يشيل، قال له ما قدرش اشيلهم، لكن شفنا المسيح بيشيل كل حاجة، احزاننا حملها واوجاعنا تحملها. موسى قال له ما قدرش اشيلهم في حضني، لكن شفنا المسيح من خلال الآية اللي في اشعياء 66 يقول لنا على الايدي تحملون وعلى الركبتين تدللون، كإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم أنا. موسى في موقف ثالث أو في مقارنة ثالثة لطيفة قوي نشوفه كان محتار ما بين ربنا وما بين الناس، حاسس إن الناس مش مبسوطين، عايز يرضيهم لكن مش قادر، وفي نفس الوقت حاسس كمان إن ربنا مش مبسوط. يقول وحمى غضب الرب، لا عارف يصالح الناس مع الله ولا يصالح الله مع الناس، زي الصرخة اللي صرخها أيوب في وقت من الأوقات وقال هل بيننا مصالح، ممكن حد يصالحنا احنا الاثنين، أو ممكن حد يقابل الطرفين مع بعض. لكن نشوف في مقارنة إن كان موسى فشل إنه يعمل المصالحة دي ما بين الله وما بين الإنسان، لكن شخص السيد المسيح في شفاعته قدر يصنع هذا الصلح، قدر يصالح الله على الإنسان، وقدر يصالح الإنسان على ربنا، قدر يرضي الطرفين. وكانت مشكلة موسى اللي بسببها هو وقف في هذا الموقف الصعب، إن موسى كان حاسس إن كل حاجة هو بيعملها، كل المسؤولية عليه. عشان كده ما تتعجبوش لما بيقول
لانهم يبكون علي. حاسس ان بكاء الشعب ده عليه مش على ربنا. وبعدين يقول للربنا لا اقدر انا وحدي. بيتكلم هنا بصيغة الانسان اللي شايل الدنيا دي كلها على راسه. حاسس ان هو بيعمل كل حاجة. بسبب الانتصارات المتوالية او الاعمال العظيمة اللي عملها موسى خلال سنتين من شق البحر وتطليع مية من الصخرة وانزال من السماء وحرب مع عماليق ونصرة. حاسس ان هو بيعمل كل حاجة. حاسس ان هو وحده محدش بيشتغل معاه. وفي نفس الوقت حتى كمان ربنا ما بيعملش حاجة. ده عايز يوصل للنتيجة النهائية دي كمان يعني. انا وحدي وبكاءهم علي. وهنا اخطر حاجة لما الرؤية تضيع من الخادم. عارفين بالظبط زي مرثا ما عملت. مرثا في الضيافة اللي عملتها للمسيح حست ان هي بتعمل كل حاجة. كل المسؤولية عليها وكل المشغولية عليها. وبعدين حتى يعني راحت قالت للمسيح وانت كمان ما بتعملش حاجة. اما تبالي بيا؟ سايب كل حاجة مرمية عليا. مريم ما بتشتغلش وانت كمان سايبها قاعدة جنبي. محدش بيساعدني. الخادم اللي حاسس ان هو شايل الخدمة وكل مشكلات الخدمة عليه او كل مسؤوليات الخدمة عليه. ده خادم فاقد للرؤية الحقيقية. زي ما مرسى كانت فقد الرؤية اللي المسيح كده في لطافة نبهها ليها. قال لها ان الحاجة الى ايه؟ الى واحد. انت شغلة نفسك بحاجات كتيرة وشايلة مشاكل كتيرة وشايلة مسؤوليات كتيرة وعاملة نفسك في مشغوليات كتيرة. لكن فقدت الرؤية ان الحاجة الى ايه؟ الى واحد. كل المشغولية اللي انت عاملاها دي ما تسويش شيء. كل المسؤولية اللي انت شايلها دي يا موسى لا تساوي شيء. لانك فقدت النظر الى الواحد. فقدت الرؤية الى الحاجة الى واحد. عشان كده نقطة مهمة للناس اللي بتخدم. اوعى تشعر ان مشاكل الخدمة عليك ومسؤوليات الخدمة عليك وان انت اللي بتعمل كل حاجة. مش مهم. لكن اوعى تفقد النظر او الرؤية ان الحاجة الى واحد. وزي ما قلنا ان البرية دي كانت فرصة ان كل واحد يبان على حقيقته. حتى موسى اعظم الانبياء او زي ما بنسميه رئيس الانبياء ما سلمش من النقطة دهية. مشكلة الخادم اللي بيحاول تملي يرضي او يحقق رغبات المخدومين بتوقعه في مشاكل كتيرة. هو موسى فكر قال صحيح. طيب يعني هو ايه المشكلة في ان هم ياكلوا لحمة؟ طب ما صحيح. ايه المانع ان هم ياكلوا لحمة؟ بتمنعهم من اكل اللحمة ليه؟ مع ان ربنا ما منعهمش. وزي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت هم كان عندهم لحمة. كان عندهم بقر وغنم وكان ممكن يذبحوا وياكلوا زي ما هم عايزين. لكن موسى اتجر للشعب نتيجة رغبات الشعب. نتيجة انه عايز باستمرار يرضي المخدومين. فدخل في مشكلة لدرجة انه لما حس انه لا قادر يرضي المخدومين ولا قادر يرضي ربنا قال له اقتلني قتلا. اقتلني قتلا. موتني. موتي خير من حياتي. مفيش داعي ان انا اعيش. لا انا عارف ارضيك ولا انا عارف ارضي الشعب. ما هو انت اللي وصلت نفسك للحالة دهية. لانك فقدت الرؤية ان حاجة الى واحد. وصلت للحالة دي انك طلبت الموت. والعجيب ان زميله اللي طلب نفس الطلبة وقال للربنا موتي خير من حياتي هو كان مين؟ إيليا. والاتنين لو كان ربنا سمع كلامهم موتهم بسبب عدم الطاعة وعدم الإيمان وعدم الاحتمال ما كانوش هما الاتنين يقدروا يقفوا معاه بعد آلاف السنين على جبل تجلي. هما الاتنين اللي طلبوا الموت هما الاتنين اللي تجلوا معاه على جبل طابور. هما الاتنين اللي تجلوا معاه في المجد. ما بيجيلناش لحظات كده لما بنبقى حاسين ان احنا فاشلين في كل حاجة يقول يا ريت الواحد يموت ويستريح. نفس الظروف مر بيها حتى اعظم القديسين واعظم الانبياء. جالهم وقت طلبوا الموت
وترجوا الموت لانهم تعبوا. لكن الجميل ان ربنا ما بيستجبش لغباء الانسان وما بيستجبش لاي طلبة الانسان بيطلبها، لانهم لو كان استجاب لهم للطلبة دي ما كانوش قدروا يتمتعوا بالمجد معاه على جبل طابور. لكن موسى بيعاتب هنا ربنا ويقول له ايه؟ من اين لي لحم حتى اعطي جميع هذا الشعب؟ لانهم يبكون علي، لا اقدر انا وحدي. طب ومين قال لك يا موسى ان انت وحدك؟ ايه اللي اداك الشعور بان انت وحدك؟ انا مش قايل لك في الاول لا تخف، ها؟ لاني ايه؟ معك. مين قال لك يا موسى ان انت لوحدك؟ انا مش قايل لك من الاول انا معك. ايه اللي افقدك الاحساس بمعيتي ليك؟ ايه اللي خلاك تشعر ان انت لوحدك؟ من خطية التذمر. موسى نفسه تذمر على ربنا، الشعب تذمر ونقل خطيته للخادم بتاعه. ومشكلة كبيرة ان الخادم يتأثر بخطايا المخدومين، او خطايا المخدومين تتنقل للخادم اللي بيخدمهم. من كتر الزن على الودان وشايف فيهم حياة التذمر هو كمان اتذمر، وقال لربنا انا وحدي ومحدش معايا وما اقدرش وما اعرفش واجيب منين. خطير جدا للانسان الخادم انه يتأثر بخطايا المخدومين. لكن كان نموذج حلو قوي علشان الكتاب المقدس يقول لنا ان حتى اعظم رجال الكتاب المقدس كانوا واقعين تحت الخطية. الكل كان ضعيف، حتى اللي قربوا جدا من ربنا كانت ليهم خطاياهم. عشان كده الكتاب المقدس ما خباش عننا خطايا الاباء، لا خب خطية ابراهيم ولا خطية يعقوب ولا خطية موسى ولا خطية داود، لكن ذكر الكل، لان دول كانوا رمز لشخص المسيح. لكن سيظل الرمز عاجز انه يصل الى المرموز اليه. عشان كده ما كانش فيه غير واحد بس هو اللي يقدر يشيل ويشيل كل الاحمال. هو مين؟ المسيح. هو الوحيد اللي يقدر يشيل، لكن موسى ما يقدرش يشيل. مهما كانت عظمة موسى ومهما كان سمو مقدار موسى، لكن موسى ما يقدرش يشيل. ودي كانت حلاوة العهد القديم وحلاوة الكتاب المقدس، انه عايز يقول لنا ان الكل، حتى يعني اعظم رجال الايمان واعظم رجال الحياة المقدسة وكتاب المقدس كانوا تحت الالام مثلنا. محدش منهم ينفع، محدش منهم فيه كمال، محدش منهم يقدر يريح. عشان كده يقول له انا ما اقدرش احملهم، ما اقدرش ابقى ابوهم. ونسي ان الابوة، اذا كان ربنا حطك في موضع الاب فالابوة دي اصلا عطية من الله اللي هو اب لكل البشرية. انت ما تقدرش تحملهم وما تقدرش ترضيهم وما تقدرش تدخلهم الى ارض الموعد، لكن اب كل البشرية هو اللي يقدر. الاب الكبير هو اللي يقدر يحمل ويرعى ويدخل الناس دول للداخل. وهنا وقف موسى قدام مشكلتين. ايه هما المشكلتين دول بقى؟ التذمر ده ليه نتيجة ايه؟ نتيجة سببين: انهم عايزين لحمة ومش قادر يجيب لحمة، وتاني مشكلة كان متضايق بسببها احساسه بانه ايه؟ وحده. مشكلة تختص بالشعب، ان الشعب عايز لحمة وما اقدرش اجيب. ادي المشكلة الاولانية. المشكلة الثانية اللي ظهرت ان موسى حاسس انه لوحده وما يقدرش يشيل. طب فربنا يقول له حاضر، نحللك كل المشاكل بتاعتك. والعجيبة هنا ان ربنا كان طويل البال جدا مع موسى، ما ادهوش على دماغه بقى وقال له طب انت يعني بتتذمر انت كمان، طب خد. لا، ربنا ترفق بيه جدا، لانه عارف ان موسى كان في حالة نفسية صعبة قوي قوي قوي. وده جمال ربنا، انه ما يضغطش على الانسان في الوقت اللي هو عارف ان الانسان ما بيستحملش فيه، لكن مش هيفوتها. فربنا قال له انت عندك مشكلة، مشكلة الشعب ومشكلتك انت، نبتدي نحل الاول مشكلتك انت، بالرغم ان مشكلة الشعب هي اللي كانت المشكلة الايه؟
الاولى الاساسية. قال له ما يهمش الشعب دلوقتي، نحل انت مشكلتك الاول، انت حاسس لوحدك، طيب نحل مشكلة لوحدك دي الاول، تعمل ايه؟ فقال الرب لموسى اجمع الي، روح هاتلي. طب وانت يا رب مش عارف تجمع؟ قال لا، موسى هو اللي لازم يجمع، ما تقدرش انت يا رب تختار اللي انت عايزه. قال لا، موسى هو اللي لازم يجمع بنفسه، بس يجيبهم لي. وهنا اللطيف، شوفوا ربنا بيخلي الانسان يحل مشكلته بايه؟ بنفسه. اجمع الي 70 رجل من شيوخ اسرائيل الذين تعلم انهم شيوخ الشعب وعرفاؤه، واقبل بهم الى خيمة الاجتماع فيقفوا هناك معك. قال له روح اجمع لي 70، بس مش 70 اي واحد، لا ده ليهم صفتين، ايه؟ شيوخ، وتاني صفة عرفاء. ان كان الشيخ بسبب طول السن عنده حكمة، لكن مش كل شيخ حكيم، مش كل واحد شعر ابيض يبقى حكيم. لان شفنا دانيال الشاب اللي سنه صغير يوبخ حكمة الايه؟ الشيوخ في قصة سوسنة. فقال له لازم يبقى فيهم صفتين، اول حاجة شيوخ وعرفاء. عرفاء يعني ايه؟ عارفين، عندهم معرفة. بس تعالوا الاول نتكلم عن رقم 70 ده. ما احنا قلنا سفر العدد ده السفر اللي يحتوي على لغة الارقام في الكتاب المقدس. اشمعنى 70؟ وخدوا بالكم من خطورة هذا الرقم. الرقم ده كان ليه مواقف معينة او اشارات معينة في الكتاب المقدس. يعني 70، حد يفكرني بال70؟ جاء في ايه تاني غير الشيوخ 70؟ 70 رسول في العهد الجديد. برافو. 70 اسبوع سنين بتوع دانيال حتى مجيء المسيح، 70 اسبوع في سفر دانيال صح 9. ايه تاني 70؟ شعب اسرائيل اتسبى لبابل كم سنة؟ 70 سنة. ايه تاني 70؟ اول حاجة قابلها الشعب اول ما خرج من ارض مصر وعبر البحر حتة اسمها ايليم ومرة، قابلوا ايه؟ 70 نخلة. كان مجمع السنهدرين بتاع اليهود اللي حكم المسيح، واللي كان بيحكم او الطبقة الحاكمة في اليهود، كان مكون من 70 شيخ. رقم 70 ده ليه موقع معين في الكتاب المقدس، لان 70 سبعة في ايه؟ وسبعة وعشرة دول الاتنين رقمين بتوع الكمال. 7 كمال دورة الزمن الاسبوع، وعشرة رمز كمال الكلمة، 10 ايه؟ وصايا. وعشرة على 10 يعني خدت الكمال في العمل. فالرقمين رقمين كمال مضروبين في بعض، متحدين في بعض، الزمن مع الكلمة. مش قلنا شيوخ وايه وعرفاء؟ شيوخ 7 وعرفاء 10. ف7 رمز للشيوخ كمال السن، 7 ده رقم كمال الزمن، وعشرة ده رمز الكلمة. مش الكلمة المعرفة وفقط الوصية، لكن ايضا العمل، معرفة على مستوى العمل. فضرب الاتنين في بعض، انت محتاجهم يا موسى، هم دول اللي يساعدوك، 70. بس شيخ وعريف، كلمة عرفاء بالعبرية اسمها شطريم، ومنها جت كلمة شاطر في العربي. كلمة شاطر يعني ايه؟ ماهر، حاذق، ذكي، ناصح. عشان كده الكنيسة لما اطلقت على المرتل بتاعها لقب عريف او معلم، لان العريف ركن اساسي من اركان المبادئ والعقائد والطقوس والالحان في الكنيسة، ومرجع يستند اليه. عشان كده سميته عريف، لانه يعرف الحان، يعرف الطقوس كويس، يعرف نظام وترتيب البيعة كويس.
وسمته معلم لانه بيعلم الشعب، نتيجة المعرفة يعلم الشعب. واديته اللقب ده كمان لانه هو اكتر واحد بيعيش جوه الكنيسة، يمكن حتى كمان اكتر من الكاهن. ان كان الكاهن بيرفع بخور باكر او بخور عشية فبيكون من قبليه في التسبحة وفي الصلوات الاجبية. عشان كده قال له اختار السبعين دول كركن اساسي ليه، شيوخ وعرفاء عندهم من المهارة والحزق والذكاء علشان يساعدوك، وهاتهم معاك الى خيمة الاجتماع. وهنا ان كنا بنشوف دور العلمانيين في خدمة الكنيسة حتى من العهد القديم، ما هوش بس مجرد هارون كرئيس كهنة والأسرة بتاعته وسبط لاوي، لكن في دور للعلمانيين في الخدمة من العهد القديم مهم جدا، ويؤكد دوره الله عن دور العلماني في خدمة الكنيسة. لكن المهم بقى في كل الكلام ده، قال له يعني دول توقفهم معاك وحيحصل فيهم حاجة، وخدوا بالكم للآية اللي جاية دي لأنها خطيرة قوي. فأنزل أنا وأتكلم معك هناك وآخذ من الروح الذي عليك وأضع عليهم. لا ما تقلبوش، نبص في الآية دي كتير قوي. مين الشاطر اللي يلمح حاجة بقى؟ أنزل أتكلم أخذ من الروح الذي عليك وأضع عليهم. طب ليه يا رب؟ يعني انت ما تقدرش تنزل لهم روح من عندك؟ اشمعنى تاخد من على موسى وتحط عليهم؟ ويا ترى لما خدت من على موسى نقصت اللي على موسى واديت التانيين؟ ها في ايه؟ صح، سر الثالوث. مش ده اللي حصل في لحظة العماد؟ انزل، المسيح نازل في نهر الايه؟ اردن. اتكلم، صوت جاي من السماء، هذا هو ابن الحبيب الذي به ايه، واخد من الروح اللي عليك اللي اصلا موجود فيك وحط عليهم. مش الحل الروح القدس على المسيح؟ طب هو المسيح كان خالي من الروح القدس ساعة ما كان واقف في نهر الاردن؟ لا، بس قابل الروح القدس في جسم بشريته اللي هي الايه، الكنيسة. واخذ من الروح اللي كان موجود عليه وادى للايه، للكنيسة. ما هو السبعين دول يمثلوا الكنيسة. عشان كده ده من ضمن الاسرار الخطيرة بتاعت العهد القديم والرموز، سر الثالوث وسر العماد. المسيح نازل في نهر الاردن وصوت من السماء بيكلمه وروح قدس، وكان قبول الكنيسة كلها للروح القدس في تجسد المسيح وفي عماده. واللي كانوا معانا بيدرسوا في انجيل متى يعرفوا ان لما المسيح اتعمد ولقى بيقول كده، وفيما هو في الاردن كان يصلي، يقول فانفتحت الايه، السماء. طب المسيح في نهر الاردن اول مرة نسمع عنه انه كان بيصلي، صلاته دي فتحت الايه، السماء، ونزلت الروح القدس. وقبل الروح القدس مش لشخصه، لان الروح القدس اصلا متحد ايه بيه، معاك اقنوم، لكن قبل الروح القدس من اجل الايه، الكنيسة اللي في جسده، الكنيسة اللي في جسم بشريته. عشان كده قال له انزل فانزل انا واتكلم معك هناك واخذ من الروح الذي عليك واضع عليهم. رمز حلو جدا 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 للشخص السيد المسيح واللي عمله من اجل الكنيسة. فيحملون معك ثقل الشعب، فلا تحمل انت وحدك. ادي اول مشكلة، او في الترتيب كانت المشكلة الثانية، لكن ربنا حلها اول ايه، مشكلة، لان بالاولى يهتم بالخادم بتاعه. لان لو الخادم سليم، لو الراعي سليم، الرعية بتاعته هتطلع ايه، سليمة. لكن لو الخادم مضروب، بالتالي الشعب بتاعه هينضرب. فكانت الضربة هنا اللي اتضرب بيها موسى انه تأثر بخطية شعبه، الشعب نقل التذمر لحياة موسى،
فكان لازم ربنا يصلح الوضع. فقال له طيب يا حبيبي مشكلتك انت في الاول تتحل فلا تكون وحدك. نشوف المشكلة التانية بقى. وللشعب تقول تقدسوا للغد فتأكلوا لحما. مشكلة الشعب عايزين لحمة بكرة يأكلوا لحمة. وهنا يظهر الله اللي بيحل مشاكل الإنسان كلها. مشاكلك الأسرية ومشاكلك الاجتماعية ومشاكلك الروحية ومشاكلك الكنسية ليها حل عنده. إن كان أنا ما أقدرش أشيل موسى فجه المسيح بيقول تعالوا هاتوا أنا أشيل. تعالوا إلي جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم أريحكم. مشكلة الشعب الثاني عايز تاكل أكلك لحمة حاضر يا سيدي مش مشكلة. بس تشوفوا الأمر للشعب كان غريب قوي وكلمة يمكن بتعدي علينا. ما قال لهمش هتاكلوا بكرة، قال لهم إيه؟ تقدسوا تقدسوا للغد فتأكلوا لحما. طب وانت يا رب عندك النهاردة المخازن فاضية مش هتقدر تنزل النهاردة؟ لا ده ربنا كان يقدر ينزل لهم في ايه ساعتها، لكن مش هقدر انزل الا لما تعملوا عملية. تعملوا ايه؟ تتقدسوا. خدوا بالكم من خطورة الكلمة دهيت، لان هم ما عملوهاش ما تقدسوش وشافوا اللحمة وكلوها. يقول ايه اللي كانوا معانا الاسبوع اللي فات وقرينا الاصحاح كله في عدد 34، فدعي اسم ذلك الموضع قبروت هتوأة، يعني مقابر الشهوة، لانه هناك دفنوا القوم الذين اشتهوا. ده ويمكن كمان لما نقرأ ايتين ثلاثة قبليها يقول لك ده كانت اللحمة لسه بين سنانهم وحصل لهم ايه؟ ماتوا. اللحمة كانت لسه بين سنانهم وماتوا. هو انت يا رب اللي مش نزلت لهم اللحمة طب بتموتهم ليه؟ اصلهم ما عملوش الكلمة الاولانية تقدسوا. مش المشكلة ان هم اكلوا لحمة، المشكلة انهم اكلوا بالشهوة لم يتقدسوا. خطيرة قوي الكلمة دهيت. ربنا عارف ان الانسان جواه دوافع، جواه غرائز، جواه رغبات، هو اللي حطها فيه، مش هيحاسبه عليها لكن هيحاسبه على اساءته لاستعمالها. قال لك انا شبع لك كل غرائزك بس اشبعها بطريقة ايه؟ مقدسة. لكن تاخد دوافعك وغرائزك بطريقة غير مقدسة مصيرك دفنوا هناك القوم الذين اشتهوا. انت عايز الشهوات دي عشان تعيش؟ طب انت هتاخدها بطريق غلط غير مقدس هيكون مصيرك انك تدفن بيها. عشان كده ما تحتقروش او يعني تستهونوا باللي بتعمله الكنيسة وبتعلمه لنا. لما تاكل قبل ما تاكل بتعلمك الكنيسة صلي، ارشم الصليب. تقول لي ليه يعني؟ ما الواحد بياكل بقى وجاي جعان. تقول لك صلي، قدس الشهوة، تقدسوا فتأكلوا. على كل المستويات، قبل ما تاخد الشهوة، شهوة الجنس، تقول لك تقدسوا قبليها. في سر، في إكليل. وجميل جدا ان كل اتنين بيتجوزوا قبل ما يبقوا متلهفين على الجنس والشهوة يطلبوا حضور ربنا يتقدسوا. مستعجل قوي على الشهوة واشباعها هيبقى مصيرها الدف. حتى لو انجبت واثمرت ثمرة لكن كله هيروح في التراب، كله هيتحط في الدف. لكن لو تعلموا ان هم تبقى الشهوة بتاعتهم مقدسة يقدروا يطلعوا اولاد للملكوت، مش اولاد للعنة واولاد للخطية واولاد للشر. عشان كده الاباء والامهات اللي بيسألوا اولادنا ما طلعوش كويسين ليه؟ لان انتوا اصلا ما قدستوش حياتكم،
ما طلعتوش اولاد للملكوت. ربنا ما بيحرمش حد، بيدي كل واحد وعايز يشبع كل واحد في شهواته او مش في شهواته، بالشهوة اللي في ذهننا، لكن الموتيفز بتاعته والغرائز والرغبات بتاعته ربنا عايز يشبعه، بس الطريقة مقدسة. عايزين تاكلوا لحم حاضر لكن تقدسوا. يقدر الانسان انه يقدس كل شهوة موجودة جواه؟ وكان التقديس ده على مستويين. تقدسوا يعني استعدوا. انتوا عايزين عطية، عايزين تاخدوا عطية، حاضر استعدوا للعطية دي الاستعداد اللائق على المستوى الروحي والمستوى الجسدي. وده اللي بتطلبنا بيه الكنيسة قبل ما بنخش ناكل جسد ودم ربنا او ناخد عطية سماوية، ان احنا نتقدس على المستوى الروحي والمستوى الجسدي. مستوى روحي بتتقدس من خلال التوبة اللي بتقدمها والاعتراف والاغتسال، بتفحص نفسك وتمتحنها وتتوب، تغسل نفسك. مستوى الروحي على مستوى الصلاة، عايز العطية دي من ايدك يا رب، عايز اشبع من ايدك في اكلي وفي شربي او في الجنس او في الفسحة او في اي شيء، اخدها من ايدك، من ايدك انت مش من ايد حد تاني. توبة والصلاة استعداد الروحي، والاستعداد الجسدي ايضا على مستوى الطهارة الجسدية والنظافة. يحزن جدا ان حتى على مستوى الجسد ما بنبقاش نضاف، ودي حاجة بتتعب اباء الكهنة كتير، اللي ريحة بقه وحشة واللي ريحة شرابه وحشة ويخش تناول مفيش نظافة. لكن الانسان بيحس ان دي عطية من ربنا، عطية من ربنا سماوية، علشان يقبلها لازم يستعد ليها. تقدسوا للغد فتأكلوا لحما. وشوفوا ربنا لما بيدي العطية بيديها ازاي. ربنا مش بخيل. لأنكم قد بكيتم في أذني الرب. عيطتم وعياطكم وصل لودان ربنا. قائلين من يطعمنا لحما؟ إنه كان لنا خير في مصر. كنا عايشين في خير في مصر. ويعطيكم الرب لحما فتأكلون، تأكلون لا يوما واحدا ولا يومين ولا خمسة أيام ولا عشرة أيام ولا عشرون يوما، بل شهرا من الزمان، حتى يخرج من منخاركم ويصير لكم كراهة. مش هتاكلوا يوم ولا اتنين، ده هتاكلوا شهر، حد تقولوا مش عايزين، زهقنا من اللحمة. لأنكم رفضتم الرب. وهنا ربنا بقى بيتك على النقطة الأساسية. الموضوع مش موضوع لحمة انتوا جعانين ليها وموضوع بطيخ وكرات، الموضوع ان في جوه من القلب رفض المين لربنا. ده السبب بقى، دي حقيقة الوضع، ان الناس رافضة تعيش مع ربنا. لأنكم رفضتم الرب الذي في وسطكم. حلو التعبير ده، الذي في وسطكم، ده انا نزلت وجيت وحليت وخيمت بينكم وبقيت في وسطيكم، لكن انتوا رافضيني مش قابليني. ساعات الواحد بيفكر في ربنا ده يحس انه مسكين جدا معانا، مش حد بيحبه، مش حد بيقبله، رغم ان هو مفهوش اي شيء وحش جدا خالص. حتى في عتابه على لسان ارميا يقول: ماذا وجد اباءكم فيا من جور؟ ايه اللي لقوه وحش فيا عشان يسيبوني؟ وبكيتم امامه قائلين: لماذا خرجنا من مصر؟ فاكرين اللفيف اللي بقى في الوسط، اللي كان ملتف وبقى في الوسط، وقلنا ضيعهم ليه؟ بسبب ضياع الهدف وعدم وضوح الايه الرؤية. اهي لماذا خرجنا من مصر؟ يا خبر ابيض، ما انتوش عارفين ليه خرجتوا من مصر بعد كل اللي مريتوا بيه ده. لماذا خرجنا من مصر؟ يا خيبة الانسان اللي موجود جوه الكنيسة وبعدين هو انا جيت الكنيسة ليه؟ جيت الكنيسة ليه؟ فقال موسى، شوفوا رد موسى بقى الالعن، قلنا البرية هنا بتفضح كل واحد على حقيقته. شفنا خطية موسى الاولانية، خطية التذمر، شوفوا هيعمل ايه في ربنا. فقال موسى: 600,000 ماشٍ هو الشعب الذي أنا في وسطه.
وأنت قد قلت أعطيهم لحما ليأكلوا شهرا من الزمان، أيذبح لهم غنم وبقر ليكفيهم، أم يجمع لهم كل سمك البحر ليكفيهم؟ فقال الرب لموسى: هل تقصر يد الرب؟ الآن ترى أيوافيك كلامي أم لا؟ حتى أنت يا موسى، ده ربنا بيقول له أنتوا بكيتم ورفضتموني أنا اللي في وسطكم. قال له: شوف بقى يا رب، أنت بتقول كلام، لا مش أنت اللي في وسطهم، ده أنا اللي إيه؟ أنا اللي في وسطهم، أنا اللي عايش معاهم، 600,000 واحد أنا عايش في إيه؟ في وسطيهم، أنت فوق في السماء مش حاسس بيهم، لكن أنا اللي شايف مشاكلهم، أنا اللي عارف. كأن موسى بيقول لربنا: مش أنت اللي في وسطهم، أنا اللي فين؟ في وسطهم، أنت بس عمال تتكلم وسيبني أنا محتاس. نكفي دول منين؟ نكفي دول منين؟ ويقع موسى هنا في تاني خطية، خطية ضعف الإيمان. وهما نفس الخطيتين بتوع الشعب، التذمر وضعف الايه؟ ايمان. لما الخادم يضيع، لما يتأثر بخطايا مخدوميه وتتنقل خطايا المخدومين للخادم. فربنا برضه تشوفوا حلاوته طول باله، فضل مستني لموسى. طيب يا موسى، هستحملك كمان المرة دي برغم من ضعف ايمانك، لكن هطمنك: هل تقصر يد الرب؟ دين ربنا قصيرة؟ لا، نقول بذراع طويلة وممدودة. ربنا قادرة. تكلم عن الذراع العالية والرفيعة والذراع الطويلة الممدودة، دي ذراع الرب اللي قال لها أشعية كده: استيقظي استيقظي يا ذراع الرب. فبصله ربنا بقى: كل اللي عملته معاك يا موسى وعلى ايديك ولسه لحد دلوقتي حاسس ان ايديا قصيرة، ما هو ياما ربنا عمل معانا اعمال وعمل معانا عجائب ويمكن صنع معجزات في حياتنا، لكن لحد دلوقتي بنشك فيه وفي قدرته وفي صلاحه وفي محبته وفي عطيته وفي تحننه وفي مراحمه. لكن ربنا كده يبص لنا ويقول: هل تقصر يد الرب؟ الآن ترى أيوافيك كلامي أم لا؟ لأنه قالها لهم مرة: ليس بالقوة ولا بالقدرة بل بروحي قال رب الجنود، لما اتكلم زكريا النبي وأعلن هذه الآية: مش بالقدرة ولا بالقوة ولا بالإمكانيات بل بروحي قال رب الجنود. الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. هل تقصر يد الرب؟ آية جميلة جدا لو حطها الإنسان باستمرار قدامه في حياته المادية، في حياته الروحية، مغلوب من خطية، مغلوب من فكر، مغلوب من عادة، في احتياج معين لشيء. هل تقصر يد الرب؟ بس افتكروا الكلام اللي قلناه، فرق بين الوعد والايه؟ والوصية. في ناس عايزة تمسك في الوعد من غير ما تمسك في الوصية، ما ينفعش. الوعد للإنسان اللي بيعيش الايه؟ الوصية. لكن واحد يحاول ياخد وعود من ربنا كده وآيات من الكتاب المقدس ويقول لك الآيات دي تتم في حياتي، لا يا حبيبي ما تتمش. الوعد للإنسان اللي بيسلك بالوصية. افتكروا بردك تجربة المسيح على الجبل ما بين الشيطان وما بين المسيح، الشيطان بيلعن بالوعود والمسيح متمسك بالايه؟ بالوصية. وهنا يبان يهوى اللي يقدر يسد اعواز كل البشرية بعكس موسى. موسى ما كانش حتى قادر يأكل نفسه أو يسد أعوازه هو الشخصية، لكن يبان يهوى المسيح اللي يقدر يشبع واللي يقدر يعطي الخمس خبزات 5,000 حول الواحد إلى 1,000. يهوى اللي يقدر يسد أعواز كل البشرية حتى أعواز موسى نفسه. فخرج موسى وكلم الشعب بكلام الله، بكلام الرب، وجمع 70 رجلا من شيوخ الشعب وأوقفهم حوالي الخيمة. فنزل الرب. شوفوا التعبير ده بيتكرر في أسفار موسى الخمسة كتير، كلمة ايه؟ ده إشارة إلى تجسد، إمكانية التجسد. الله هيئ ذهن الشعب لعملية النزول دي مرار كثيرة. في سحابة وتكلم معهم وأخذ من الروح الذي عليه وجعل على 70 رجلا الشيوخ.
اتكلمنا ليه ربنا ما اداش روح من عنده، ليه خد من عند موسى؟ لان موسى هنا صار رمز لمين؟ للسيد المسيح اللي موجود اصلا فيه الروح لكن حيفيض ويأخذ منه على الكنيسة كلها. فلما حلت عليهم الروح تنبأوا ولكنهم لم يزيدوا. هنا النبوة بمعنى ان هم سبحوا او رنموا او نطقوا بألسنة لكن لم يزيدوا، لم يزيدوا عند هذا الحد، ما عملوش معجزات او ما عملوش اعمال خارقة للعادة او اعلنوا نبوات للشعب، لكن هو مجرد كعلامة لحلول الروح القدس نطقوا بألسنة او بتسابيح. لكن حصل فصل لطيف قوي. وبقى رجلان في المحلة اسم الواحد الدادو واسم الاخر ميدادو. الداد معناها الذي احبه الرب، وميداد معناه المحبوب بصفة عامة. فحل عليهما الروح وكان من المكتوبين لكنهم لم يخرجا الى الخيمة. كانوا من ضمن السبعين لكن ما طلعوش مع الثمانية وستين اللي طلعوا، فضلوا في اماكنهم. ايه اللي خلاهم يقعدوا في اماكنهم مش معروف، جايز حسوا ان هم مش مستحقين، جايز يعني ما سمعوش كلام موسى، لاي سبب من الاسباب. المهم دول كانوا من السبعين المختارين لكن ما دخلوش خيمة الاجتماع، ما راحوش لحد هناك. فكان الموقف العجيب ان حتى هم قاعدين في مكانهم حل عليهم الروح القدس. وكان من المكتوبين لكنهم لم يخرجا الى خيمة، فتنبأ في المحلة، فركض غلام واخبر موسى وقال الداد وميداد يتنبأان في المحلة. طلع واحد شافهم كده وراح قال لموسى الحق، ده في ناس ما جوش الخيمة لكن بيتنبأوا. فاجاب يشوع ابن نون خادم موسى من حداثته. يشوع ده اللي متربى عند موسى، غار بقى غيرة، وقال له وقال يا سيدي موسى اردعهما، اروح اموتهم؟ ازاي يتجرأوا ما يسمعوش كلامك وييجوا هنا للخيمة؟ احنا من اولها هيلعبوا، اروح اموتهم؟ وكان هنا يشوع في غيرة على موسى وعلى مجد موسى وعلى كرامة موسى للناس اللي ما سمعتش كلامه. فقال له موسى هل تغار انت لي؟ تغيران عليا؟ يا ليت كل شعب الرب كانوا انبياء اذ جعل الرب روحه عليهم. ما نقدرش ننكر موسى وشخصيته الجبارة، ده لو واحد كان بيشتغل لمجد نفسه ولحسابه هاتهم اذبحهم، ده مش ربنا كان لسه من شوية حارق ولاد هارون؟ دول ما سمعوش الكلام، روح موتهم، دول مين اللي كمان هيتمردوا ويتشطروا عليا دول؟ لكن ماش كده، قال له انت غيران ليا، يا ريت كل الناس تبقى انبياء للرب ويحل الروح القدس عليهم. عارفين الامنية بتاعت موسى دي حصل فيها ايه؟ ها؟ حصل فيها ايه؟ قولوا. ده بيقول كل الناس يبقوا انبياء ويحل عليهم الروح القدس. تحققت امتى؟ في العهد الجديد. نطلع كده اعمال الرسل اصحاح 2. اعمال الرسل اصحاح 2 عدد 15. لما وقف بطرس بعد ما حل الروح القدس على التلاميذ وتكلموا بايه؟ بألسنة. يقولهم لان هؤلاء ليسوا سكارى كما انتم تظنون، لانها الساعة الثالثة من النهار، الساعة 9 الصبح ومحدش بيذكر الصبح. بل هذا ما قيل بيؤيل النبي. يؤيل النبي صحيح 2، قال ايه يؤيل؟ يقول الله ويكون في الايام الاخيرة اني اسكب من روحي على كل بشر. كل بشر، مش دي كانت طلبة موسى؟ يا ليت كل الناس. فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم احلاما، وعلى عبيدي ايضا وامائي اسكب من روحي في تلك الايام فيتنبؤون. تمت امنية موسى في يوم 50. كل بشر، ولاد وبنات شبان وشيوخ وعبيد وإماء وأحرار، كل حل عليه الروح القدس. فتمت رغبة موسى، يا ليت كل الشعب
يحل عليهم روح الله. خدوا بالكم كمان، طب ليه القصة دي بالذات ربنا فوتها؟ اصل الاتنين دول كانوا برا الخيمة، كانوا برا خيمة الاجتماع، وحل عليهم الروح القدس برغم انهم ما كانوش واقفين مع التانيين ومش في حضور موسى. لان ربنا عايز يقول حاجتين. اول حاجة عشان ما تفتكروش ان الروح اللي حل ده عطية من موسى، اهو اتنين كانوا بعاد عن موسى وحل عليهم الايه؟ الروح. ان الروح ده من ايه؟ من عندي. روحي لا يحد بزمان ولا بمكان. روحي لا يحد بزمان ولا ايه؟ بمكان. ده مش من عند موسى، ده من عندي. تاني حاجة واخطر حاجة، دي كانت اشارة حلوة جدا لكنيسة الامم اللي كانت خارج الخيمة وما كانش ليها علاقة بربنا وما لهاش الحق، لكن الروح القدس حل ايضا على الايه؟ على الامم. ولما ترجع لسفر الاعمال لقصة حلول الروح القدس على الامم نلاقيها بالظبط هي نفس القصة. طب الروح القدس حل على الامم ازاي وامتى؟ مين يقول لي؟ يلا عشان ندي جايزة. اتفضل. في ايه؟ يوم الخمسين على الامم؟ لا، يوم الخمسين ده على الكنيسة اليهودية. ازاي؟ ايوه ده الرؤية اللي شافها بطرس، كويس، نص الاجابة. لكن حصل عكس كل اللي بيحصل في كل المسيحيين. اتفضل. ايوه دي القصة، لكن ازاي حل الروح القدس عليهم؟ برافو عليك. هنا في جايزتين في اخر الاجتماع. احنا معروف ان احنا بناخد الروح القدس ازاي؟ بنتعمد الاول وبعدين بناخد سر الايه؟ الميرون، سر التثبيت. الامم ما عملوش كده. تعالوا نقرا القصه في اعمال الرسل 10، اعمال الرسل اصحاح 10 عدد 44 صفحه 209. عارفين كلنا القصه، ان كان في راجل قائد ماء اسمه كيرنيليوس اممي، انسان كان كويس، ربنا بعت له وقال له صلواتك وصدقاتك صعدت وقبلت، روح ابعت واستدعي واحد اسمه بطرس يجي هعلمك الايه؟ الطريق. وفي نفس الوقت كان ربنا مظهر لبطرس رؤيا لما جاء نزل له ملايه فيها من كل الوحوش ودبات وقال له اذبح، وكل فقال له لا يا رب انا ايه؟ ما اكلتش حاجه دنسه قبل كده، فقال له ما طهره الله لا تدنسه ايه؟ انت. وفعلا لقى ثلاثة بيخبطوا، فنزل معاهم وراح عند كيرنيليوس وابتدى يكلم كيرنيليوس والناس اللي كانوا مجتمعين مع الامميين اللي هم مش من اليهود، يكلمهم عن المسيح. فحصل موقف غريب في عدد 44. فبينما بطرس يتكلم بهذه الامور حل الروح القدس على جميع الذين يسمعون الكلمة، فاندهش المؤمنون الذين من اهل الختان، اهل الختان اللي هم اليهود، كل من جاء مع بطرس، لان موهبة الروح القدس قد انسكبت على الامم ايضا، لانهم كانوا يسمعونهم يتكلمون بألسنة ويعظمون الله. حينئذ اجاب بطرس اترى يستطيع احد ان يمنع الماء عن هؤلاء حتى لا يعتمدون هؤلاء الذين قبلوا الروح القدس كما نحن ايضا؟ وامر ان يعتمدوا باسم الرب. حينئذ سألوه ان يمكث اياما. بعكس كل حاجة خالص، حل عليهم الروح القدس في سر الميرون الاول وبعدين قبلوا سر الايه؟ المعمودية. اشمعنى الوضع مع الامم كان كده؟ لان كان بطرس او اي حد من التلاميذ لا يمكن يجرؤ انه يعمد واحد ايه؟ اممي. فراح ربنا لهم انتوا يعني مش عايزين، طب خدوا. بالعكس، لانهم كانوا متعصبين. فكرة اليهود الشعب المختار دي ما تتخيلوش كانت مسيطرة قد ايه، لدرجة ان ربنا كسرها بمعجزة، ادهم الروح القدس من قبل ما يتعمدوا. وبعدين رجع بطرس للكنيسة في اورشليم قالوا له تعال، ايه اللي انت عملته ده؟ عملوا له محاكمة، ازاي تعمد ناس امميين؟ ففي اصحاح 11 على طول بعديها في عدد 15 وقف بطرس يحكي لهم الحكاية عشان يقول لهم مش انا اللي كنت السبب، ده اختيار مين؟ ربنا. فلما ابتدأت اتكلم حل الروح القدس عليهم كما علينا ايضا في البداية،
فتذكرت كلام الرب كيف قال أن يوحنا عمد بماء وأما أنتم فستعمدون بالروح القدس. فإن كان الله قد أعطاهم الموهبة كما لنا أيضا بالسوية مؤمنين بالرب يسوع المسيح، فمن أنا أقادر أن أمنع الله؟ كان ربنا عايز يديهم، أنا أطلع إيه؟ أقدر أنا أمنع ربنا من أنه يديهم؟ فلما سمعوا ذلك سكتوا وكانوا يمجدون الله قائلين إذ أعطى الله الأمم أيضا التوبة للحياة. الحتة دي كانت في ذهن موسى، من أنا أتغار لي إذا كان ربنا عايز يديهم؟ طب وأنا مالي؟ أنا أطلع إيه؟ وهنا قلب الخادم الحلو اللي ما يحسش بالحسد أو الغيرة من المواهب اللي بتعطى للتانيين، يعني واحد يجي يقول للتاني الحق ده فيه واحد بيعمل اجتماع بينافس الاجتماع بتاعك والعدد فيه أكتر، يعني عشان يعني عملوها بين المسيح ومين؟ ويوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان طلع نصح قال لهم من له العروس فهو الايه؟ ينبغي أن هذا يزيد وأن ايه؟ ياريت الكل يتكلم، ياريت الكل يخدم، ياريت الكل يبشر، ياريت الكل يبقى فيه روح ربنا. أتغار ليه؟ ما تسيب اللي عايز يشتغل يشتغل، واللي ربنا شايفه عايز يشتغل وبيديله موهبة، أقادر أنا أن أمنع الله؟ ده أنا أفرح له، ده أنا أصلي له أن ربنا يزيده. في موقف مماثل اتعرض له بولس الرسول، عشان تشوفوا حلاوة الإنسان بقى لما عينيه تبقى واضحة أو رؤيته واضحة في الخدمة، مش دول بيخدموا ودول ما بيخدموش وده ليه نشاط وده ما عرفش ايه ده وده بيعمل رحلات اكتر منك وده الناس بتتلم عليه اكتر منك وده ياريت الكل يبقى خادم للرب، ياريت الكل يخدم ربنا. لو طلعنا رسالة فيليبي اصحاح 2 ولما قال ده في رسالته لكورنثوس مين هو بولس ومين هو ابولس، اتنين امنتم بيهم، لكن في فيليبي بيقول آية جميلة جدا اصحاح واحد عدد 14 صفحة 320 يقولوا أكثر الإخوة وهم واثقون في الرب بوثقي يكترئون أكثر على التكلم بالكلمة بلا خوف، أما قوم فعن حسد وخصام يكرزون بالمسيح، وأما قوم فعن مصرة. يعني في ناس بتبشر وبتخدم لأنها غيرانة شايفة ده ليه نشاط وده ليه ناس متلمية حواليه بتعمل نفس العملية، فهو لا عن تحزب ينادون بالمسيح لا عن إخلاص، ظنين أنهم يضيفون إلى وثقي ضيقا، يعني بيعكسوني أو بيكتفوني أكتر أو بيضايقوني أكتر، وأولئك عن محبة عالمين أني موضوع لحماية الإنجيل. يعني في ناس معايا وناس ضدي والاثنين بيخدموا، فماذا غير أنه على كل وجه، خدوا بالكم الآية دي، سواء كان بعلة أم بحق ينادى بالمسيح وبهذا أنا أفرح. سواء دول بيتكلموا عن حسد أو دول بيتكلموا عن محبة مش مهم، المهم إن هما بيتكلموا عن مين؟ عن المسيح. أنا فرحان كانوا بيعملوا بيبشروا عند فيا وغيظ فيا وغيرة فيا، أنا مش متغاظ. ياريت الكل يبشر، ياريت الكل يكون تلاميذ ربنا، ياريت الكل يكون خدام ربنا، بس يكونوا خدام فعلا ويكونوا تلاميذ فعلا، يكونوا خدام فعلا ويكونوا تلاميذ فعلا. عشان كده قال له أتغار ليه؟ ياريت كل الشعب يكون تلاميذ، وياريت كل الشعب يكون حلل عليه الروح القدس. ثم انحاز موسى إلى المحلة هو وشيوخ إسرائيل، فخرجت ريح من قبل الرب وساقت سلوى من البحر. شوفوا هنا ربنا بيحل المشكلة بتاعت موسى ايه؟ اولا اداله الحل وبعدين نفذه ايه؟ عمليا. بعدين هيبتدي يحل عمليا المشكلة التانية. ثم وساقت سلوى من البحر وألقتها على المحلة نحو مسيرة يوم من هنا ومسيرة يوم من هناك، حوالي المحلة ونحو ذراعين فوق وجه الأرض. يعني تخيلوا الكمية الكبيرة قد إيه؟ مسيرة يوم يعني مسافة مشية إيه؟ يومين، ويقدر إن الإنسان يعني يقدر يمشي من حوالي 2 ميل إلى 3 ميل في اليوم. فكل ده متغطي وبارتفاع ذراعين. فقام الشعب، خدوا بالكم الآية اللي جاية، فأقام الشعب كل ذلك النهار وكل الليل
وكل يوم الغد وجمعوا السلوى. الذي قلل جمع 10 حوامر وسطحوها لهم مساطح حوالي المحلة، وإذ كان اللحم بعد بين أسنانهم قبل أن ينقطع حمى غضب الرب على الشعب، ضرب الرب الشعب ضربة عظيمة جدا. لسه اللحم بقهم أسنانهم، ضربهم بالوباء، موت ناس كتير. طب ما انت رب اللي مديها لهم، يعني انت تديهم وبعد كده تديهم على دماغهم؟ طب وفيها ايه لما ياكلوا لحمة؟ بس شوفوا سلوك الشعب. يقول الذي قلل جمع 10 حوامر. حوامر يعني شيلة حمار، يعني اللي يعني كان يعني مقتنع قوي وقنوع ومش طماع، جمع له شيلة 10 حمير لحمة. وبعدين يقول لك حاجة عجيبة، الشعب فضل كم ساعة يجمع اللحمة؟ يقول لك نهار وليل ونهار، 36 ساعة من غير ما يفكروا ياكلوا. ما انتوا مش متلهفين على اللحمة؟ نسيوا الاكل وكل تركيزهم فين؟ الجمع. ده انا قايل لكم هنزلها شهر، هتاكلوا شهر. لكن اهو الانسان الفجعان اللي في ضعف ايمان الان، انا ضامن يمكن ملاقيش، يمكن كله يلهف، ده انا وعدكم ان هنزلها لكم شهر. قعدوا 36 ساعة متواصلة بدون نوم يجمعوا ويملحوا عشان ما تبص، ما تبص دي باظت وباظت وباظت. يروح ضربهم واللحمة في اسنانهم. ليه؟ الآية الأولانية خالص ما تنفذوهاش، تقدسوا للغد فتأكلوا ايه؟ لحما. لما الإنسان يعيش في الشهوة من غير ما تتقدس. وضرب الرب الشعب ضربة عظيمة جدا، فدعي اسم ذلك الموضع قبروت هتأوأة، يعني قبور الشهوة، لأنهم هناك دفنوا القوم الذين اشتهوا. هو من قبروت هتأوأة ارتحل الشعب إلى حضيروت، فكانوا في حضيروت مش لأنهم كلوا لحمة ربنا موتهم، لكن لأنهم إيه؟ اشتهوا ولم يتقدسوا للشهوة. عشان كده الكنيسة بتصر للإنسان اللي مش عايز ان هو يدفن في التراب. سلوى دي طير زي السنان، طير السنان، وده معروف من الطيور المهاجرة باستمرار. الإنسان اللي عايز يأكل اللحمة مجانا، دي كانت مشكلتهم برغم ان كان معهم غنم لكن ما فكروش يذبحوا. والإنسان اللي عايز يأكل مجانا ويأكل بشهوة، كنيسة تصر باستمرار من أجل تقديس الغرائز. ما بتحرمش الإنسان من الغرائز، لكن بتقول لك عيش بطريقة مقدسة في كل شيء، في الأكل، في الشرب، في الجنس، في كل المتع. لأن خطورة الإنسان اللي ما بيقدس الرغبات والدوافع بتاعته، كله هيدفن في التراب، كله هيدفن في التراب. شفنا في الإصحاح ده موسى ظهر في موقفين وحشين جدا وفي موقف حلو جدا جدا. ظهر تذمره وضعف الإيمان اللي انتقل إليه من الشعب إليه، لكن ظهر أيضا اتضاعه وإنكاره لذاته، وهو فاهم بيعمل إيه. ما بيعملش مجد لنفسه، لكن بيعمل مجد لربنا. ما غرش إن في ناس بتخدم، واخ ان كل المشاكل اللي موجوده في الخدمه وكل المشاكل اللي موجوده في الكنيسه، ان كل واحد فاكر ان ربنا بيشتغل، ان كل واحد فاكر ان ربنا بيشتغل بيه هو بس، وان الطريقه اللي ماشي بيها هي صح، عشان كده متعصب لرايه وبيغير لشخصه. لكن ربنا لا، بيشتغل بطرق كتيره وباشخاص كتيره وبوسائل مختلفه. كانت حلاوه إليشع اللي ما ماتش وصعد حلاوة إيليا اللي صعد للسماء بالرغم انه جه في وقت من الاوقات وقال لربنا موتي خير من حياتي، عارفين حلاوته ايه وليه ربنا رفعه للسماء؟ ربنا طلب من إيليا طلب لو طلبه من اي حد منا عمرنا ما هنعمله. عارفين الطلب كان ايه؟ قال له روح امسح إيليشع
نبيا عوضا عنك. قال له انت ما تنفعش، روح حط إليشع ايه مكانك. ده واحد تاني كان ربح، انت نسيت ده انا اللي عملته، وانا بقيت انا وحدي، وانا اللي نزلت نار من السماء ومحدش كان بيهتم بيك، وانا وانا كان فتح صوته قد كده لربنا، ده انا اللي عملته وسويت. ده ربنا قال له انت ما تنفعش خلاص، مش قلت موتي خير من حياتي، روح امسح إليشع عوض عنك بدالك، انت ما تنفعش. فكان اول عمل جميل عمله إليا ان قال لربنا حاضر، وراح فعلا مسح إليشع نبي بدل ايه منه. قال له انت عملت كده؟ قال له اه. قال له خلاص تعالى فوق. فين؟ في السماء. تعالى فوق في السماء. اتغار لي؟ كان موسى نفس الوضع، اتغار لي؟ تعالى انت كمان معايا فوق. فين؟ على جبل الايه؟ تجلي. على جبل التجلي. يا ريت نقف نصلي 5 دقائق لربنا، شوف ان كانت الشهوات بتاعتنا بنقدسها ولا لا، لئلا يطبع علينا المزمور يقول اشتهوا شهوة فاعطاهم شهوة انفسهم ثم ارسل لانفسهم هذالا. دهم اللي عايزينه لكن خلى انفسهم ايه؟ هزيلة، مريضة، سقيمة. ياريت نراجع نفسينا في صلواتنا واحنا واقفين نصلي دلوقتي. كان فينا حد بيخدم، اوعى تكون اتأثرت بخطية المخدومين، فيك تذمر وفيك ضعف ايمان، اوعى فيك حسد، تحزب، غيرة. قول ابي علا ان بحق ينادى بانجيل المسيح ففي هذا انا افرح. نراجع نفسينا في 5 دقائق. اتفضلوا نصلي.